كان ينظر لها باعتبارها مجرد استنساخ للطائرة الروسية سوخوي 30 الشهيرة. وظل الغرب وجيران الصين الأسيويون يراقبون مقاتلة النسر الأحمر جي 16 بخليط من الاهتمام والاستخفاف في الوقت ذاته، معتقدين أن النسخ الصينية ستكون رديئة مثل السلع المقلدة التي غزت أسواق العالم في بداية نهضة الصين. ظهورها المفاجئ في أكبر هجوم جوي وهمي في تاريخ الصين على جزيرة تايوان أثار اهتمام وقلق الغرب، حتى إن معهد رويال يونايتد للخدمات البحثية في المملكة المتحدة وصف طائرة جي 16 بأنها أكثر الطائرات الهجومية الصينية متعددة المهام في القدرات القتالية، ملمحا إلى أنها تفوقت على الروسية سوخوي 30 MK وباتت الآن تثير القلق في نفوس خصوم بكين. في هذا الفيديو عزيزي المشاهد نستعرض لك مراجعة تفصيلية لمقاتلة النسر الأحمر الصينية جي 16. قصة صنع النسر الأحمر. في ستينيات القرن الماضي كان الاتحاد السوفيتي هو المزود الرئيسي للصين بالمقاتلات الهجومية وسمح لها بتجميع الميج 21، لكن لم يقدم الروس جميع المخططات والتصاميم الخاصة بالطائرة، وسرعان ما توترت العلاقات بين البلدين وتوقفت موسكو عن مساندة الصين في انتاج المقاتلات. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي تصالح الصينيون مع موسكو مجددا ونجحوا في تنفيذ واحد من أهم مشروعات الطيران في تاريخ الصين، وهو التقليد الصيني لطائرات عائلة سوخوي 27 ومشتقاتها المعروفة في الناتو باسم فلانكير، التي أثارت إعجاب الغرب بفضل قدراتها الفائقة على المناورة ومداها الطويل نسبيا. في بداية الأمر تسلمت الصين أول طائرات سوخوي 27 في العام 1992، وبعدها جمعت بكين محليا السوخوي 27 برخصة من الصانع الروسي، ولم يستمر الوضع طويلا حتى صنعت الصين نسختها الخاصة بدون ترخيص من موسكو، وهي الطائرة جي 11، ثم طورت منها الطائرة النسر الأحمر جي 16 مع الاستفادة من التكنولوجيا التي أضافتها موسكو في السوخوي 30، وهي نسخة أكثر تطورا بكثير من السوخوي 27. المواصفات العامة لمقاتلة النسر الأحمر. كما أسلفنا في السابق لم تكتف الصين بالاستنساخ، بل أجرت عملية تطوير للطائرة بدأت باستخدام المزيد من مركبات الكربون في بنائها لتقليل وزنها، كما تم طلاؤها بمواد ماسة للأشعة الرادارية والتي من شأنها تقليص المقطع الراداري بشكل كبير، وتزويدها بقمرة قيادة زجاجية لتحل محل الموجودة في الطائرة الروسية القديمة. يبلغ طول نسر الأحمر 22 متر والمسافة بين جناحيها 14.7 متر، ووزنها فارغ أكثر من 17 طن، والوزن الأقصى للإقلاع يصل ل 35 طن. يتم تشغيل جي 16 من طاقم مكون من فردين، ويتم دفعها بواسطة محركين من نوع WS-10A سينينج الصيني، والذي يمنح المقاتلة سرعة قصوى تصل ل 2 ماخ، ما يعادل 2450 كيلو متر في الساعة، على ارتفاع يصل ل 17.300 متر بمعدل صعود 305 متر في الثانية الواحدة، وتستطيع الطيران لمدة 4000 كيلو متر. وصنعت منها الصين أكثر من 172 مقاتلة حتى العام 2021. التسليح وأنظمة القتال. النسر الأحمر مجهزة برادار أيسا متطور تم تصميمه وتصنيعه محليا، لكن المعلومات عنه شحيحة، ورادار بحث وتتبع بالأشعة تحت الحمراء IRST، وأنظمة تشويش وحرب إلكترونية جديدة، ونظام تحذير الصواريخ MAWS، ومستقبل تحذير الرادارات RWR. يتم تسليح النسر الأحمر بمدفع الرشاش مدمج IR 30 ملم مع 150 طلقة
حلقة ذخيرة ولديها 12 نقطة تعليق صلبة سفلية يمكن أن تحمل ما يصل إلى 8000 كيلوغرام من الذخائر، بما في ذلك الصواريخ المضادة للسفن والمضادة للرادارات وصواريخ كروز والقنابل والصواريخ الموجهة بالأقمار الصناعية والليزر. المزايا والعيوب: تفوقت النسر الأحمر على نسختها الروسية في جانب امتلاكها لرادارات من نوع آيس الحديث متعدد الأوضاع، وهي ميزة تفتقدها كل نسخ سوخوي الروسية حتى الآن، بما فيها النسخ الهندية الأكثر تقدما، كما تتميز بروابط بيانات جديدة وأنظمة حرب إلكترونية محسنة مع زيادة نسبة استخدام مواد الكربون في بدن الطائرة الصينية، كما أنها مغطاة بألوحة رمادية فضية تجعلها أقل وضوحا للعين المجردة والأجهزة الكهرومغناطيسية، الأمر الذي منحها قدرة قتالية فائقة مقارنة بأحدث أفراد عائلة فلانكر الروسية سو 35S. المشكلة الرئيسية في الطائرة الصينية J16 أنها يتم تشغيلها بمحرك من نوع توروبوفان تاينك WS10 الصيني الصنع، الذي قد لا يكون موثوقا مثل محركات ساتورن AL31 الروسية، لكنه يولد نفس القدرة من الدفع، علما أن الصينيين يستثمرون بشكل كثيف في تطوير محركات الطائرة لتلافي هذا القصور، وبعض أوجه القصور الأخرى في الطائرة قد تتغير، إذ قررت الصين عكس هندسة مقاتلة سو 35 التي استوردتها من روسيا. ويعمل الصينيون بجهد على معالجة عيوب الأصل الروسي للطائرة مع الاحتفاظ بمميزاتها من عائلة الفلانكر سوخوي 27 و30 و35 المشهورة بقدرات مناورة استثنائية تجعل روسيا تدعي أن بعض نسخها قادرة على التصدي للطائرات الأمريكية الشبحية في القتال الجوي القريب، مع مدى طويل ومخزون كبير للأسلحة ومساحة للرادار كبير. في المقابل تعاني سوخوي روسية من ثقل الوزن والحجم الضخم الذي يتضافر مع غياب المواد الشبحية في بنائها، ليجعلها طائرة شديدة الوضوح أمام شاشات الرادار، كما أن نسخ روسية من الفلانكر تعتمد على الرادارات من طراز بيس الأقل في الدقة وأسهل في الاكتشاف من قبل الخصوم، مقارنة برادارات إيسا التي تشتهر في المقاتلات الغربية. ولكن تقدم الصيني في مجال تكنولوجيا المعلومات جعلهم يقدمون رادار إيسا في J16 قبل أن يفعل الروس في سوخوي 30 أو سوخوي 35. الظهور اللافت للنسر الأحمر دفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ قرار اللافت بإعادة إنتاج نسخة جديدة مطورة من الطائرة الأمريكية الشهيرة F-15، وهي تعتبر النظير الفعلي لطائرات فلانكر الروسية الأصل، بما فيها J-16 الصينية. وفي نهاية الفيديو عزيز المشاهد، برأيك هل تتفوق مقاتلات النسر الأحمر على سوخوي 30 الروسية وF-15 الأمريكية؟